قدم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد عصر اليوم الجنازة العسكرية للمشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الأسبق. والفقيد بطل من أبطال حرب أكتوبر المجيدة ساهم خلالها في صناعة أعظم الأمجاد والبطولات التي سجلت بأحرف من نور في التاريخ المصري. قائد ورجل دولة تولى مسؤولية إدارة دفة البلاد في فترة غاية في الصعوبة، تصدى خلالها بحكمة واقتدار للمخاطر المحدقة التي أحاطت بمصر. قدم سيادته العزاء لأفراد أسرة الفقيد، كما حرص سيادته على حضور مراسم الدفن.